إخواني أخواتي، سلام الله عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات باراكورد إيديكاسيون، اللي من خلالها غادي نقدم لكم هاد ليكولي هادو اللي هما أمامكم بالجوهر وبالعقيق وبكرة الذهب، وغادي نخدمهم إن شاء الله بواحد الشكل بسيط اللي نتمنى أنه ينال إعجابكم. وقبل ما نبداو كيف ما العادة ما تنساوش تشاركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، ومشيو نتعرفوا على المكونات على بركة الله. اذا بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجوا لها فهي غادي تكون على الشكل التالي. غنحتاجوا لواحد 80 سنتيم ديال الخيط اللون الاخضر، 80 سنتيم اللون القرمزي، غنحتاجوا للجوهر العقيق الاخضر والاحمر، غنحتاجوا لكره سواروفسكي، وغادي نحتاجوا لهذا الحجر الزمردي اللي هو على شكل الاوفال والياقوتي كذلك، غنحتاجوا لكره الذهب، وغادي خصنا كذلك مقص مسطره بريكي. اذا بسم الله على بركه الله نبداو نركبوا الجوهر ديالنا. بسم الله انا عندنا كنركبوا جوهره وكنتبعوا كره ذهبيه. عندنا في الاول عندنا العدد ديال سبعه الجوهرات اللي كنركبوا في اللون سيبارين بكره الذهب بالنسبه لهذيك التعليقه اللي في الكولي. كنبقاو غاديين على هذا الشكل هذا لغايه ما كنكملوا العدد ديال سبعه الجوهرات. ده حنا كملنا الان العدد ديال سبعه الجوهرات، الان غادي نقوموا بجمع هذا الجوهر بهذه الطريقه هذه، وغادي نجمعوا الخيط باش يسهل لنا المرور ديال كره الذهب. نضيف كره الذهب بهذا الشكل وغادي نتبعوها بالحجره الزمرد ديال الاوفال. وغادي نضيفوا لها واحد كره ذهبيه اخرى. الان غادي نفركوا الخيط وغادي نكملوا بنفس طريقه التركيب ديال الجوهر. غادي دابا عندنا سبعه الجوهرات اخرين غادي نركبهم في هذا الجزء هذا في الطرف. عندنا سبعه هنا وعندنا سبعه في الطرف الاخر وسبعه لتحت، يعني العدد الاجمالي ديال الجوهر اللي عندنا في هذا الكولي هو 21 جوهره بالاضافه ل 26 كره ذهبيه، وعندنا ثلاثة ديال هذاك الحجر الأوفال، عندنا ثلاثة ديال الحبات، وعندنا حجرة ديال سواروفسكي، كرة ديال سواروفسكي وحدة. إذا الآن حنا كملنا السبعة ديال الجوهرات، نضيف واحد الكرة ذهبية، ثم غادي نتبعوها بواحد حجرة زمردية، ثم كرة ذهبية أخرى، وغادي نبداو نباشرو دابا الآن نركبو هاد العقيق الأخضر اللي العدد ديالو 21 عقيقة. بالنسبه لهاد الجوهر وهاد العقيق وهاد الحجر، هاد الانواع الحجر المسائل ديال لي كوليه ديال المجوهرات، راه بامكانكم تلقاوها عند التجار ديال الحجر اللي كيتستعمل في المعادن النفيسه. يعني كاين فيه انواع يمكن لكم نتوما تقتنيوا على حسب الجيب ديالكم، على حسب يعني على حسب الذوق ديالكم اقتنوا الحجر اللي بغيتو فهو موجود في السوق. بالنسبه لهاد الجوهر انا كنت خديته اونلاين، كنت شريته من ايباي، يعني حاجه هذا سميتو
هذا الجوهر هو جوهر مزيان، يعني ماشي جوهر اخر، وانما جوهر مزيان ما كيتقشر ما والو، يعني واخا يقيسوا الماء واخا ما كاينش الاشكال ما كيتقشرش. ده الان احنا كملنا هذا الطرف الاول كيف ما كتشوفوا، الان غادي نمشيو للطرف الثاني وغادي نقوموا بنفس العملية. إذا الآن غادي نقوم بتتمة العملية، عملية التركيب بنفس الطريقة اللي قمنا بها في الطرف الأول، غادي نعود نكررها في الطرف الثاني. يعني كنضيفو نفس العدد ديال كرة الجوهر وكرة الذهب، نفس العدد، ثم كنسيباريهم بالحجرة الزمردية وكنباشروا العملية، يعني كنضيف واحد 21 عقيقة أخرى. بالنسبة للنساء اللي كيحبوا هاد الأنواع ديال ليكولي، كيحبوهم يكونوا مدلين شوية، هادوك يمكن ليهم انهم يزيدوا، يعني يزيدوا في العدد ديال الجواهر والعدد ديال العقيق، يعني يزيدوا في العدد باش كيجي مدلي. حيت كاين بعض النساء اللي كيحبوا هاد النوع، هادي يكون الاغلبيه ديالهم كيحبوا انه يكون يعني مدلي شويه، وكاين النساء اللي كيحبوا عاوتاني كيجي مقبوط، داكشي على حسب الاذواق. اذا الكولي ديالنا تقريبا بدا كياخد الشكل النهائي نتاعو، هذا هو الشكل كيف ما كتشوفوا، يعني هذا هو الشكل قبل النهائي. الان غادي نمروا للمرحله النهائيه باش نركبوه، باش نجمعوه، نركبوا ليه الكره سواروفسكي ونركبوا لي كرة الذهب. الآن غادي نقوموا بآخر عملية اللي من خلالها غادي نركبوا كرة سواروفسكي والكرة الذهب المتبقية. إذا كنبداو بالكرة ديال سواروفسكي، نركبوها هي الأول، اللي غادي تكون مثابة أداة التحكم في المقاس ديال هذا الكولي هذا، يعني من خلاله يمكن لينا نزيدو او نقصو في الطول ديال الكولي بهذا الشكل، هذا يمكن لينا نقصو او نزيدو. وفي نفس الوقت كتضيف واحد الجماليه لهذا الكولي هذا. نركبوا الكرات المتبقيه ديال الذهب، نديرو العقدة ديالنا، كرة ثانية، الان كنزولوا هاد البقايا اللي بقى ديال الخيط. الكولي ديالنا تقريبا ها هو جاهز كيف ما كتشوفوا امامكم، هذا هو الشكل ديالو النهائي. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، يعني كما كتشوفوا كيجي بالنسبه كيجي في العمق كيجي رائع، نتمنى انكم تخدموه، يعني راه كيجي رائع في العمق.
وإلى عجبكم هذا الفيديو هذا كيف ما العادة ما تنسوش تسماشيو لينا واحد اللايك كيف ما العادة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.